مشاهدي قناة الشباب قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم على المباشر. الهدف الاول لفريق شباب محمدية، وفرحة كبيرة للأنصار الفضالية بعد تسجيل ديال الهدف الاول عبر رأسية. كما كتلاحظوا معنا مشاهدي متابعينا، فرحة كبيرة جماهير الشبابية من المدرجات من بعد تسجيل ديال الهدف الاول. اكيد المقابلة غتكون جميلة في هذا الاثناء وغت شعل المقابلة، وهذا الشيء اللي بغينا الأهداف تكون حاضرة القوة في هذه المقابلة، ونشوفوا الأداء والنتيجة. وأكيد غننتظروا لمن ستكون الغلبة من بعد الصافرة النهائية ديال حكم المقابلة. المقابلة مازال في البداية ديالها، مازال في الشوط الأول ديالها، هدف أول غيشعل المقابلة، غيعطينا أجواء جميلة في أرضية الملعب وكذلك في المدرجات اللي من هذه الجهة كاين الجماهير الشبابية، ومن الجهة الأخرى كاين الجماهير السوسية اللي جات أعداد كبيرة وجات باش تستلم الفريق ديالها وتوقف مع الفريق ديالها من اجل ثلاث نقاط. اكيد شباب محمديه بالقياده ديال رشيد روكي محتاج لثلاث نقاط اللي غتكون مهمه من بعد جوج ديال الخسارات المتتاليين. مقابله ديال اليوم واجب عليهم انه نفوز، متاكد الا مشاو للخساره الثالثه غتصعب الامور اكثر فاكثر. هما عارفين انهم عندهم مقابله صعيبه امام الرجاء في كاس العرش، ربع النهائي ما غيكون سهل، ربع النهائي غيتلعب في ملعب بشير امام الجماهير ديال ملعب بشير اللي اكيد غتكون حاضره بقوه باش تساند الفريق ديالها. وما نساوش بالذكر ان الجماهير الرجاويه كذلك غتكون حاضره وغتساند الفريق ديالها فريق الاخضر. هذه مقابله غتعطي طاقه ايجابيه للاعبين ديال الشباب المحمدي انهم يدخلوا في المقابله ديال كاس العرش بكل القوه. واكيد اذا كانت خساره او تعادل في هذه المقابله غتصعب الامور على فريق الشباب المحمدي، وغيدخل التخوف بين الجمهور وبين اللاعبين اللي ما غتكونش الثقه الكبيره. ولكن الا كان الفوز هذه المقابله والا غنشاهدوا فريق شباب المحمديه من نوع اخر، اكيد غيكون مقابله ماشي سهله. وشاهدوا معنا الجماهير بانداروسا رغم الاقليه ديالها ولكن حاضرين وكيشجعوا الفريق ديالهم. شاهدوا معنا مشاهد تفاعل كبير ديال الجماهير مع كل كره لصالح اللاعبين ديال شباب المحمديه، تفاعل كبير من طرف الجماهير الشبابيه في هذا الاثناء. مشاهدي متابعينا وكينتظروا تسجيل ديال الهدف الثاني باش يدخلوا في المقابله اكثر ويتحكموا في المقابله اكثر. اكيد هدف واحد غير كافي، مقابله يلا في البدايه ديالها تقدر المقابله تقلب للتعادل او الفوز لصالح حسنيه اكادير. كل شيء ممكن في كره القدم، كل شيء متاح في كره القدم. كره القدم ما كتحسم النتيجه النهائيه حتى الصافره ديال الحكم. اكيد شفنا عده مقابلات، دقيقه 98، دقيقه 96، دقيقه 96، ودائما كنشوفوا هدف كيجي مفاجئ اللي كيخربق وكيبعث الاوراق ديال كل فريق. نتمنوا كما قلنا حظ موفق للفريقين، ونتمنوا ان المقابله تمشي بهذا المسار، ونتمنوا يكونوا اهداف اخرى يزيدوا يعطيو المقابله فرجه ومتعه للمشاهد الكريم. وحنا مازال معكم مشاهدينا متابعينا في هذا البث المباشر، وانتم كما كتلاحظوا يعني الجماهير الشبابيه يعني كتراقب المقابله بكل دقه وكتنتظر الهدف الثاني لشباب محمديه. اكيد اللاعبين ديال شباب محمديه في هذا الاثناء يعني غيدخلوا في المقابله اكثر فاكثر من التسجيل ديال الهدف الاول، غيولي الضغط على اللاعبين ديال حسنات اكادير اللي غتصعب عليهم المأموريه في حاله النهايه ديال الشوط الاول لصالح شباب محمديه. اما الى سالت النتيجه ديال التعادل اكيد الشوط الثاني غيكون شوط مدربين، شوط حاسم اللي غتشوفوا الكفاءه ديال كل مدرب، وكل مدرب غيشوف اماكن القوه واماكن الضغط لكل الفريق. احنا مازال معكم مشاهدينا متابعينا، الان ضربه خطا لصالح فريق الشباب المحمديه في هذا الاثناء، كتلعب في وسط الميدان. اكيد شباب محمديه في البدايه ديال المقابله لعب دفاع متقدم، واكيد هذا الشيء هو اللي خولي انه يسجل الهدف الاول عبر الركنيه. الان الكره كما قلنا صالح الشباب المحمديه كتلعب في وسط الميدان، هجمه خطيره الان ولكن الدفاع السوسي كيتصدى في هذا الاثناء. هجوم مرتد لصالح حسنيه اكادير، والدفاع مره اخرى ديال شباب محمديه كيصد الكره. الكره الان صالح اللاعبين ديال شباب محمديه ركنيه، والدفاع كيتصدى
الكره مازال لصالح اللاعبين ديال شباب محمديه. هاي سداد هو الدفاع كيتصدى صراحه. مقابله جميله ورائعه كنعيشوا في هذا المساء في ملعب بشير، اجواء متاحه، كره خطيره والدفاع مره اخرى كيتصدى. اورجو مشاهدينا شاهدوا معنا الجماهير كيفاش كتفاعل مع كل لحظه والا كنشاهدوا الجماهير الشبابيه كتفاعل مع كل الكرات اللي كيكون في ارجل ديال اللاعبين ديال المحمديه. ممكن نشوفوا تغيير سكيتيوي عطى اللاعب الاحتياط انهم ينوضوا يديروا احماءات، يمكن يقدر يكون تغيير في الشوط الاول، ويمكن نشاهدوا التغيير حتى البدايه ديال الشوط الثاني. المقابله كيف ما قلنا جميله ورائعه، وغنتظروا الجديد ولا نلقاه بعد قليل. السلام عليكم.